اهلا بكم من جديد. في الشأن اللبناني، دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد. ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم لإجراء القراءة النهائية. وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل. خطة الحكومة أيضا بتدعو إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة والداعمة والصديقة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض المسيرة وأيضا تغطية الحاجات التمويلية للخزينة، والإسراء أيضا في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء. أيضا مشروع البيان سيشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى 3 سنوات. إذن ينضم إلينا هاتفيا من بيروت دكتور بيير عزار، خبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. دكتور بيير، أهلا بحضرتك. شكرا، تحياتنا لحضرتك وللمشاهدين. هناك خطة كما ذكرنا للحكومة اللبنانية في مسألة احتواء هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بتتضمن عدد من المحاور، ربما خطوات في الداخل اللبناني كما ذكرنا فيما يخص الفائدة ورسملة المصارف وهذه الأمور، وأيضا فيما يخص الخارج ودعوة الدول الداعمة والصديقة للبنان. ما تعقيبك حول هذه الخطة؟ يعني بداية إعلاميتنا، الوضع داخل لبنان من الناحية الاقتصادية وضع دقيق جدا، لأن لبنان لا يملك اقتصاد حقيقي، لا يوجد قطاعات اقتصادية فعالة سواء من الناحية الزراعية أو الصناعية. لبنان بلد خدمات، يشتغل مجمل الشعب اللبناني يعمل في قطاع الخدمات بمهن لا تضيف قيمة مضافة، بمعنى إن إما يعمل اللبناني مطعم، محل ألبسة، محطة توزيع الوقود، يبني بنايات لأنها لا تشغل كثيرا الدماغ، وهكذا دواليك. العملة في لبنان يتم التداول بها من جيبة إلى أخرى دون أن تضيف قيمة نقد نادر، مما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات. وبالتالي كل الإجراءات، ما يقال في لبنان يجب أن ننمي القطاع الصناعي والزراعي، هذا الوضع فيه من الهرطقة، لأن المجتمع اللبناني لا يوجد فيه يد عاملة ماهرة. أنا علميتنا، غير أني دكتور دولة، أنا مهندس داخلي وأعمل بصناعة المفروشات منذ طفولتي. أنا لا أفعل دعاية اليوم إنما أقول أنني رجل أعمل في القطاع الخاص وكمهندس داخلي أو في لا يوجد اليوم مثلا في مجال النجارة وصناعة المفروشات، لا يوجد معلم مهر لبناني. يجب أن نغير بداية بنية ثقافة المجتمع اللبناني، أن لا يتم الاتجاه نحو اختصاصات نظرية لا يمكنها أن تنتج عملة.
لبنان لا يوجد شباب ماهرة، هذه الشباب دكتور بيير الصناعي. نعم حضرتك تشير إلى فعلا نقاط مهمة جدا، وربما نستطيع القول إنه هذه النقاط هي النقاط الأساسية أو المحورية في بناء الاقتصادات بشكل عام، لكن فيما يخص هذه المسودة اللي احنا بصدد مناقشتها الآن، هذه هل تعتقد إنه الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ هذه المسودة سواء في الداخل أو فيما يخص الدول الداعمة والصديقة للبنان والحصول على قروض ومنح لأن ينهض على الأقل يعني ولو قليلا الاقتصاد اللبناني، ومن ثم وضع خطة طويلة الأمد للأشياء اللي حضرتك ذكرتها؟ عالميتنا أسئلتك بدها محاضرة لأنه كثير مهمة. لا يمكن لهذه الحكومة، أكرر لا يمكن وبالمطلق تحقيق أي من الإنجازات. ما هو يكتب في البيان الوزاري كلمات إنشائية لا معنى لها في أرض الواقع، لأن القطاع المصرفي قطاع غير مرتبط بالاقتصاد اللبناني. تخيلي إعلاميتنا كان يتم التداول إن أنه داخل القطاع المصرفي يوجد مبالغ 175 مليار دولار. هل تتصورين أن الشعب اللبناني لا يناهز 3 مليون يمكن أن يمتلك أكثر من 3 مليار سواء من هم يعملون في الخارج أو في الداخل؟ إذن لبنان كان يخضع لعملية تبييض أموال كبيرة جدا. موضوع الأموال بأسماء لبنانيين داخل قطاع المصرفي، وإنما منظومة دافوس هي التي تتحكم ببنية هذه الأموال. صدر القرار بإخراج جزء كبير من الأموال لوضع لبنان بأزمة. ثانيا، عندما عجزت الدولة اللبنانية عن سداد الرأس المال المقروض الذي تم إقراضه من قبل المصارف عبر البنك المركزي إلى الدولة اللبنانية، يعني الشكل اللي البروسس اللي معمول كان إنه المصارف يقرضون البنك المركزي والبنك المركزي يقرض الدولة ويتم عملية الربح من خلال الفوائد، وبالتالي عندما عجزت اليوم الدولة على إرجاع المبالغ الأساسية للمصارف، ما الذي فعلته المصارف؟ هذه هي الحقيقة، وضعت يدها على أموال المودعين اللبنانيين وقالت للدولة عليك أن تتصرفي مع شعبك. إذا هجمت أنا إلى بنك عودي لنفترض وتم قتل كل مجلس إدارة بنك عودي، هل يمكن أن يرجع الأموال؟ كلا. من هنا الشعب اللبناني مكبل، لا ينفع أن يهجم على أي من المصارف. نعم. لأنه في نهاية الأمر الأموال ليست موجودة داخل المصارف، هي في خبر كان. نعم، إذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات الداخلية أو التوجه إلى القطاع المصرفي أو قطاع الكهرباء أو أي قطاع في لبنان، يعني هل تعتقد أنها قادرة على الأقل جذب مزيد من الداعمين والمانحين للبنان على المستوى الدولي والدبلوماسي؟ مستحيل. مستحيل مستحيل أن يتم الدعم الدولي، لأنه لبنان في عين العاصفة. المطلوب إعلاميتنا أولا إعلان موقف رسمي من لبنان عدم استخراج النفط أقله في البلوك رقم 9، هذا البلوك اللي هو في منطقة الجنوب على الحدود مع إسرائيل. وإسرائيل لدينا خلاف جدي في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحق لنا الاستخراج منها من سواء البترول والغاز، ونحن على خلاف بيننا وبين إسرائيل على مساحة 860 كيلومتر مربع، وهذه المنطقة التي تناهز 23,000 كيلومتر هي ارتباط بين لبنان وإسرائيل وقبرص. يريدون أولا إعلان موقف رسمي من لبنان أقله أنه لن نسحب من البلوك رقم 9، بإمكانكم أن تسحبوا البلوك رقم 3-4، ولكن هنالك شركات روسية إيطالية فرنسية هي التي أخذت حق الحصر للتنقيب. الشركات الأمريكية هل تعتقد يا دكتور بيير، هل تعتقد أنه البحث أو التنقيب يعني هو الذي من الممكن أن ينقذ اقتصاد لبنان بأنه الحكومة غير قادرة من وجهة نظرك على إصلاحات سواء داخلية أو جذب داعمين وقروض من الخارج؟ إعلاميتنا بكل صراحة أنا أعلن دائما وسوف أعلن باستمرار ممنوع استخراج النفط من لبنان، لأنه هنالك طبقة من السارقين
عندما يجب استخراج النفط من لبنان علينا أن يكون هنالك صندوق سيادي لا تتدخل به السلطة السياسية حضرتك كي لا يسرقون الأموال. أخذتنا حضرتك إلى نقطة مهمة جدا وهي نقطة الفساد. هناك يعني في قطاعات أخرى بخلاف التنقيب واستخراج النفط، في قطاعات أخرى كانت تشهد الكثير والكثير من عمليات السرقة والنهب والفساد، ربما كان أبرزها قطاع الكهرباء كما تعلم حضرتك. هل هناك يعني إشارة ولو جدية من هذه الحكومة الجديدة حتى في محاربة الفساد والفاسدين وعمليات السرقة التي هي بالأصل هي السبب في وصول الاقتصاد اللبناني إلى هذا الحد؟ ألميت أولاً بس ما فهمت أي قطاع حضرتك قلتي لي أي قطاع؟ نعم حضرتك قطاع. حضرتك في سياق حديثك أشرت إلى مسألة الفساد والسرقة ووجود فساد في قطاعات مثل التنقيب عن النفط. أنا أشير إلى مع حضرتك إلى أنه أنا لا أقول أنه يوجد فساد في قطاع التنقيب، لا، التنقيب ليس اليوم ضمن إطار الفساد. أنا أقول ممنوع استخراج النفط لأن الأموال التي سوف تدخل إلى الداخل اللبناني سوف تنهبها السلطة السياسية. نعم إذن أنا هنا إذن أنا هنا من خلال حديث حضرتك أخذتني إلى نقطة مهمة جدا وهي مسألة الفساد، لأنه التخوف من أن تنهبها السلطة السياسية هذا أصلا أمر يدعو يعني للتساؤل وللتركيز في مسألة ماذا تفعل هذه السلطة السياسية بالأموال سواء التي تضخ أو التي توجد في لبنان، ماذا تفعل؟ إذن هناك نهبة وهناك فساد أو تخوف من وجود فساد. فسؤالي لحضرتك كان له علاقة بأنه هل هناك إشارات في حكومة دياب بمسألة محاربة هذه العمليات أو هذا الفساد في لبنان؟ إعلاميتنا محاربة الفساد تتطلب أولا استقلالية بالسلطة القضائية استقلالية تامة، يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو معروف في الواقع القانوني وأنا خبير قانوني يقول عنه الرئيس الأول لمحكمة التمييز، هذا يتم تعيينه من مجلس الوزراء، ولكن المفارقة أنه هذه التعيينات التي حصلت مؤخرا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو إنسان نزيه جدا، يعني انسان حقيقه من خيره القضاة، وهنالك كثير من القضاة داخل الجسم القضائي من خيره القضاة، انما الطبقه السياسيه تتدخل في بعض الاماكن بالسلطات القضائيه، يجب ان يكون لدينا استقلاليه قضائيه، وما ذكرت اعلاميتنا حول انه حكومه دوق اليوم الرئيس حسان دياب لم ياخذ الثقه، ليس دوله الرئيس في الدستور. ما حصل في يعني اصلا مؤخرا جلسه اقرار الموازنه حقيقه بالفعل انها مهزله لا يحق لي الدكتور حسن دياب انه ليس اليوم رئيس ان يدخل الى المجلس النيابي. وضحت فكرتك، اشكرك جزيل الشكر دكتور ربيع عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه.